فقد كانت للحضارة المصرية القديمة المكانة الأولى بين جميع الحضارات الإنسانية في ذلك الوقت، من حيث معاملتها وتقديرها للمرأة واعترافها بإسهاماتها المتعددة في جميع المجالات، سواء في بناء الأسرة وتماسكها أو في دورها المجتمعي والتنموي وفي الحياة العامة. وتم تخليل هذه المكانة الرفيعة نقشا على جدران الآثار الفرعونية التي باتت دليلا قاطعا لنا نحن المصريين على عراقة أصولنا وتحضر علاقاتنا الإنسانية. إننا إذ حققنا تقدما في مسير الدعم وتمكين المرأة، فما زال أمامنا الكثير الذي نصبو إليه. بشكر كل سيدة، مش هقول كذا وكذا، لا، كل سيدة مصرية بتقوم بتقوية الروابط في مجتمعها، بنشر المحبة بين الناس. التقدير والاحترام لكم جميعا وللدور اللي انتوا بتعملوه. عدنا مرة أخرى مشاهدينا في بنت النيل، وفقرتنا دلوقتي يعني بطلة الفقرة دي هي فتاة جميلة جدا قدرت أنها تتحدى مرض السرطان من خلال الرسم. بتحب الرسم بشكل كبير جدا، وعشان كده هي التحقت بفنون جميلة علشان تخلي الرسم ده شيء أساسي في حياتها. هي تغلبت على هذا المرض بشكل كبير جدا، واللي ساعدها على كده شغفها وحبها للفن. جامعة بوسطن كمان حصلوا على إحدى لوحاتها وعلقوها داخل الجامعة، وده طبعا لأن فعلا يعني ده اعتراف من جامعة كبيرة زي دي بقد إيه إن فنها ده فن جميل جدا. منة الله طبعا هي منورانا النهارده، وكمان منورانا بسنت الزعفراني وهي صحفيه مسؤوله عن ملف المراه وخاصه المتعافيات من مرض السرطان. في البدايه منة الله مصطفى اهلا بيكي، أهلا منورانا بيك. وبسنت الزعفراني طبعا منورانا كمان في بنت النيل، اهلا بيكي. منة هبدا معاكي الاول، عايزينك تحكي لنا قصتك عشان اكيد في ناس كتير هتستفاد منها ويشوفوا قد ايه ان انت بطله قدرتي ان انت تهزمي مرض صعب جدا بحبك للفن. المرض جالي من 2014، كنت صغيره وما كنتش فاهمه حاجه الاول وعانيت كتير، بس لحد ما لقيت نفسي ان انا برسم ببقى احسن ونفسيتي كويسه، فابتديت اهتم بالجانب ده وطورت اكتر، وعيلتي كمان يعني خدوا بالهم اكتر ودخلت كورسات واتعلمت مع نفسي، وبس يعني بقى هو ده هدفي بقى في الحياه دلوقتي. بسبب المرض اكتشفت ان انا بعرف ارسم. انك موهوبه وده اكيد بيديكي روح حلوه، يعني بيخليكي عارفه زي عندك كده شغف بحاجه، فخليكي عندي شغف في الحياه اللي هو لا انا متمسكت بالحياه وعايزه اعيش وعايزه اجرب. بعد ما كنت يعني صغيره ودخلت في الحوارات دي كلها وما كنتش فاهمه حاجه يعني، بس الحمد لله انت خفيتي. الحمد لله متعافيه من 5 سنين. الحمد لله. طيب احكي لنا لما جامعه كبيره زي جامعه بوسطن طلبوا ان هم يعلقوا لوحه من لوحاتك، كان شعورك ايه؟ كنتش مصدقه ساعتها، بس يعني بقت حاجه حلوه يعني في السيره بتاعتي وكده بفتخر بيها. انت اللي بعت لهم شغلك؟ لا هم خدوها من المستشفى، فعشان كده جت بالصدفه. طيب بسنت زعفراني طبعا انت صحفيه وانت مسؤوله عن ملف المراه وخاصه المتعافيات من مرض السرطان، ليه اخترتي بالتحديد ان انت تهتمي بالمراه طبعا تحديدا وخاصه بهذا المرض؟ انا بنفذ صفحه اسبوعيه خاصه بالمراه بكل تفاصيلها وكل جوانبها، فكان في جزء مهم فيها ان احنا بنسلط الضوء على اي مرأة ناجحه، اي ست ناجحه. من ضمن ده لقيت ان مرضى السرطان هم اكتر ناس نجحت وفي نفس الوقت هم عانوا كتير جدا. مرض السرطان صعب، بس على الست اصعب 100 مره. فانا كنت حابه ان انا اقول ان الناس دي عدت بالتجربه دي ومع ذلك هم نجحوا ازاي، وصلوا لفين زي منا وزي زملاء كتير ليها يعني، وزي ناس مش بس فتيات. فده كنت عايزه اسلط الضوء عليه عشان الناس تشوف الستات تبقى عندها امل ان بكره احلى، يعني ان الحياه ما بتنتهيش عند المرض. بس
وده فعلا، لان ده اللي بيدي للناس كمان عارفة موعظة في الحياة، ان في ناس كتير ممكن ما يكونش عندها يعني اي امراض، ولكن بيبقى عندها يأس كده في الحياة، ما عندهمش مزبوط. عارفة ازاي امل، وما بيبقاش عندهم عذر ان هم يعني يشعروا بالمشاعر دي. ففي المقابل بالعكس ربنا بيدينا كده حاجات ان احنا نتعلم منها، ان احنا نشوف ازاي ان في انسان ممكن يكون مريض ولكن يعني صحيا نفسيته احسن بكتير من اي شخص تاني ممكن ما يكونش عنده مرض. مظبوط. هي فكره الصفحه اصلا جت للفكره دي، اننا كل الحاجات اللي منتشره على السوشيال ميديا ان ما فيش سند، ما فيش ناس كويسه مع بعض، الحياه الاسريه لا فيها مشاكل كتير، لا ما فيش كده يعني، مفيش مش كل عذر. مش كل كده. اه في ناس عندها مشاكل وما فيش حد خالي من المشاكل، واغلب الستات عدت بمشاكل كتير، بس احنا عندنا نماذج بجد عرفت تتغلب على حاجه صعبه. انت في حد بيقولك يعني، انا كان في زملاء كمان لمنا في التقرير، لا كلهم بيتقال لهم خلاص انت هتموتي، فلا ومع ذلك بينجحوا بيسيطروا على المرض الإرادة وبيتغلبوا بتاعتهم عليه بالظبط، وعندهم بالإرادة. كم رضا وامل كبير جدا. اكيد. بس طيب احكي لنا وانتي فتره التعافي بتاعتك اكتر حاجه، طبعا غير الرسم يعني احنا عايزين نعرف برضو قد ايه النفسيه دي بتبقى مهمه، يعني بخلاف الادويه وبخلاف العلاج، قد ايه المريض لما بتبقى نفسيته كمان هو قوي من جواه هو لوحده برضو بيساعد على ان هو يخف بسرعه. في احكي لك موقف حصل معايا لما كنت في اخر مرحله في العلاج، زرع النخاع، كنت محجوزه في الاوضه، وطبعا خدت حاجه الرسم معايا عشان ده الحاجه الوحيده اللي بحارب بيها. ودخل ساعتها بيعدي بيمر دكتور نفساني، فلما دخل الاوضه انا مش م... لما شافني قال مش محتاج ان انا اسالك انت كويسه ولا لا، هو باين من جو الاوضه والطاقة اللي فيها اللي انت كويسة، وسابني وخرج. ما شاء الله. بس فيعني ده حاجة يعني بينت قد ايه اللي انا نفسيتك نفسها، الإرادة اللي عندك قوية. ايوه. واحنا ده بنشوفه على فكرة كتير تحديدا في الأطفال، تلاقيهم على طول بيبتسموا على طول مبسوطين. ايوه بيبقى ربنا بيدي يعني، أعتقد يعني بيبقى يعني على قد ما بيدي مشكلة لكن بيدي في المقابل الرضا وبيدي القبول. بيكون عوض ولطفه دايما معانا، فبنحسش بكل اللي احنا مرينا بيه ده، بتحس اللي هو حاجة عادية. صح. طيب انا عايز اعرف منك برضو، انت اكيد سمعتي قصص كتيره وسمعتي يعني مشاكل برضو من ناس كتير، اكتر حاجه كنت بتحسي انها بتاثر فيكي قوي يعني كانسانه يعني مش كصحفيه حتى؟ بصي لما كانوا بيحكوا تفاصيل المرض وهم واجهوا ايه، ده كان بيبقى صعب يعني. كان في شخصيه من الشخصيات اللي انا ساعات ان انا اتعرفت عليها اصلا، دي كانت بتحكي كم المعاناه، هي كانت عندها سرطان في الثدي، فكم المعاناه ان الست تفقد جزء من جسدها وهو جزء انثوي بالنسبه لها، فده كان صعب عليها. دعم جوزها ليها وقد ايه خليها تحب نفسها، ما حسهاش ان شعرك واقع، ما يحسسهاش كل التفاصيل اللي ممكن تاذي نفسيه الست، دي من اكتر الناس اللي اثرت فيا، وخاصه ان هي بعد ما اتعالجت يعني زوجها هو كان البطل. بالظبط. وهي بقى يعني كمان هي محاربه دلوقتي، هي عملت جمعية عشان تساعد مرضى السرطان، يعني هما مش بس بيتعافوا، هما بيساعدوا الناس عشان تتعافوا زي ناس تانية يعني. فدي من ضمن الناس اللي أثرت معايا جدا. كان في برضه بنت كانت مع منا، وهي معاها فنون جميلة اسمها رحمة. رحمة ياسر بنت جميلة يعني، وبرضه فنانة زي منا كده، بس هي حبيبتي كمان مش أول معاناة تقابلها كانت الكانسر، لا ده هي كمان كان عندها وستيل لحد دلوقتي عندها ضعف سمع. ومع ذلك هي بتتخطى وتتعاملي معاهم عندهم كم رضا، فاثروا فيا في ان انا بقيت راضيه قوي، ان اي مشاكل تانية تحسي انها ايه ده طول ما انت مش طبيعي. بالظبط يعني هما بيعانوا معاناه صعبه جدا ومع ذلك متقبلين، في امل كده، هي يعني امل وتفاؤل ورضا. صح. فده اكتر حاجات اثرت فيا، وده اكتر حاجات انا حبيت اوصلها للناس، ان يا جماعه اتاثروا بناس زي دي، خلي عندكم امل، ما في كل حاجه وحشه بتحصل في حياتنا بعديها على طول عوض. صح. بس اكيد. طيب منى احكي لنا، انت دلوقتي طبعا دخلتي فنون جميله وانت حابه جدا المجال ده، وقلتي انك عملتي معارض كمان وفي لوحات كتير انت بعتيها، فاحكي لنا بقى عن حبك للفن. يعني الاول ما كنتش مهتمه ان انا يعني اتعرف او كده، بس ابتديت حبه حبه لان مع اول معرض تاني معرض ابتديت اتعرف وسط المجتمع الفني، فتشجعت اكتر ومن اول يوم عرفت فيه سمعت كليه فنون جميله وعرفت فيه كليه للرسم او للفن عامه،
بقيت هدفي حاطاه قدامي، حتى لو انا وقعت في الدراسه مريت بظروف كتير. يعني مثلا في وسط الدراسه في 3 سنين كده ورا بعض ما كنتش بروح المدرسه ولا بحضر دروس، بس رغم كل ده انا عافرت وذاكرت ونجحت وجبت تقدير كويس في ثالثه ثانوي ودخلت في الكليه اللي انا بتمناها. ويعني ده كل ده من لطف ربنا اللي واقف جنبي جنبي وعديت بالحاجات دي أكيد كلها. طبعا. طب لما بتعملي المعارض دي وبتلاقي الناس بتشتري اللوحات بتاعتك وبتحسي كده الناس تقولك الله إيه الحاجات الجميلة، يعني أنا شفت دلوقتي في التقرير قد إيه شغلك جميل ما شاء الله، يعني أنتي رسمة سيدة كده تحسي إنها حقيقية من كتر ما شكلها الرسمة حلوة جدا، فكان شعورك إيه وأنتي حاسة بالتقدير والناس بتقولك شغلك حلو والناس بتشتري لوحاتك؟ هو شعور ما يتوصفش، بس يعني هو انا بتبقى ده هدفي اللي انا يعني بحب اسمع كلام الناس لما يعني بشتغل بطريقه كويسه عشان خاطر اسمع كلام حلو يعني لو حياتي واتعرف وابقى معروفه. يعني هو ده حلمي بجد، يعني انا ابقى معروفه بعد كده واسمي يبقى موجود ان مخلد شاء الله في المجتمع الفني، فده اللي بتمناه يعني ان شاء الله ان ان شاء شاء الله. الله. ويعني انت واضح ان انت موهوبه فعلا ولازم تكملي ويبقى لك بعد كده بقى معارض كبيره لوحدك وتبقي اسم كبير جدا في إن مجال شاء الله الفن والرسم ان شاء الله. انا بشكرك جدا منة طلال مصطفى طالبه في كليه الفنون الجميله، شكرا. شكرا وبشكر كمان باسنت الزعفراني صحفيه ومسؤول ملف المراه في البوابه نيوز، شكرا نورتونا. بشكر جدا كل مشاهدينا على المتابعة وإن شاء الله يتجدد اللقاء في بنت النيل.